يا هلا مرحبكم مشاهدينا مجددا. اخر فقراتنا لهذا اليوم من اماسي بركز فيها على مشروع مميز، مشروع شبابي يمكن يكون غريب شويه والاول من نوعه على مستوى المنطقه. مثل ما نعرف اكيد ان الزهور او الورود عمرها قصير وايد، ومهما حاولنا ان نحتفظ فيها يمكن تذبل بعد فتره قصيره، بعد كم من يوم يعني بالكثير. لكن Forever Roses هذا المشروع اللي نستضيفه اليوم استطاع أن يحتفظ بالزهور أو بالروزز نظرة وجميلة لفترة طويلة ممكن تمتد إلى سنوات. كيف؟ هذا اللي بنعرفه أكيد مع أصحاب المشروع اللي نستضيفهم اليوم. ويانا إبراهيم الصمادي من الكويت وأيضا راشد الرميثي، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا. الله يحفظك. حياكم الله في الشارجة، حياكم الله في الأماسي. الله يشكرك. أنزين، خبروني عن فوريفر روز. طبعا هذا المشروع أنتم جبتوه من الخارج، من خارج أصلا الخليج، وجبتوه إلى دولة الإمارات، أو أول شيء إلى مجلس التعاون بعدين إلى دولة الإمارات. خبروني عن هالمشروع أصلا، من وين فكرته إبراهيم؟ ابتدينا أول شيء في الإمارات، إحنا كنا نبحث على شيء مش موجود هنا، يعني شيء جديد ترندينج، يعني اي شيء، لان الناس يعني يشوفونه لان هذا شيء يعني نيو. فسافرت على بريطانيا السنه اللي طاف، وحصلت اول فوريفر روز. يوم طلعت عليها سالت الحرمه اللي كانت تشتغل في المحل، لان كم هذه الورده؟ يوم قالت لي سعر استغربت، سعرها وايد غالي، وايد غاليه. هي بس ما قالت لي ورده واحده، هي بس ما قالت لي ان هذا الورد تتم 3 سنين على الاقل. هذا كان في العاصمه البريطانيه، بريطانيا، في لندن. لندن. هي. فعجبتني اخذتها، جبتها على الامارات ووريتها لصديقي وشريكي في الامارات راشد الرميثي، وخبرني، قال لي ان هذا الشيء وايد حلوه ويمشي في الامارات، يعني في السوق الناس يمكن يعني يحبونها كثير. فكلمنا الشركه، كان وقت اللي جبناها في ديسمبر السنه اللي طافت، ديسمبر الماضي 2014. نعم. كان يوم الاتحاد، فكلمناهم قلنا لهم احنا بنجيب اول شيء للسبيريت اوف ذا يونيون، اليوم الاتحاد الاماراتي. فسووا لنا ورده في كل الالوان، الوان العلم هاي اللي موجوده هنا. جميله. فابتدى راشد، وسالت راشد انه وين افضل مكان في الامارات نبتدي، وهو قال لانه افضل شيء الحين في العاصمه ابو ظبي. ابتدينا وبدينا على الكورنيش ابو ظبي، صح؟ شارع الكورنيش ابتدينا هنا. جميل، يعني انتم بديتوا في العاصمه ابو ظبي، وان شاء الله بتنتشرون. نعم، بتوصلون لعندنا ان شاء الله. ان شاء الله نحن خلال الاشهر الجايه بيكون السكند برانش حق فور ايفر روز في سيتي ووك في دبي، وبعدين ان شاء الله في الشارجه. ان شاء الله الشارجه وعمان ان شاء الله لما نخلص. انا استاذنكم، عندنا فاصل قصير ومن بعدها اكيد ان شاء الله بنسالك راشد اكيد عن هذا الموضوع، وانت ابراهيم ايضا اكثر ان شاء الله. لكن هذا فاصل قصير مشاهدينا، تريونا. يا هلا مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، حياكم الله راشد الرميثي وابراهيم الصمادي اصحاب مشروع فوريفر روز، حياكم الله مره ثانيه. الله يحييك. انزين، خبروني راشد، يعني كنت يعني اللي بيشوف الورد اللي موجود عندنا، نحن ذكرنا ان هذا فوريفر روز يعني يتم عمره اطول بوايد من عمر الورد او اي باقه ورد ممكن نشتريها. نعم. من محل عادي، مع انه سعرها بيكون مرتفع اكثر، وهي اصلا عشان كذي سعرها مرتفع. نعم، صحيح. اكثر. انزين، التكنيك اللي او التقنيه اللي يتم فيها تحنيط الورد او انه معالجته، خلينا نقول احسن. نعم. معالجه الورد بحيث انه يتم مده اطول، كيف؟ والله بنختصر الموضوع هذا بالنسبه للمشاهدين، لان هذا السؤال دائم ينطرح عليكم، ينطرح علينا بشكل دائم مستمر. ولكن الورد بحد ذاته ورد طبيعي. هي. بس اللهم تنحط له مواد معينة تحافظ عليه ويرجع مرة ثانية بشكل طبيعي للبيئة اللي هو فيها، ألا وهي الشمس. تكون لمدة معينة وترجع، بس تثبت على نفس الحجم اللي انضخت فيه المادة في أول مرة. فبناء عليها الأحجام اللي نحن نشوفها، نعم، بناء على الأحجام اللي نحن نشوفها بتكون بهذه الطريقة، يعني نسهل على المشاهد. يعني اذا انتم بغيتوا مثلا روزز، بيبي روزز صغيره كبيره بانواعها، خلاص تعالج في وقت ما هي صغيره قبل لا تكبر. ابراهيم، انتم عندكم وايد انواع من الورود او من الروزز، كم نوع عندكم خبرتني؟ 200 200 نوع 200 نوع فقط؟ معناه انا تخيلت انه في نوع او نوعين فقط من لا. هي اعتبر على الموسم، على الموسم اللي بيكون انتاجها في بلد اكوادور. وفي اكوادور
في الاكوادور بشكل خاص انتم؟ اي احنا بنجيب كل الورود ماله من الاكوادور، لان احنا حصلنا افضل واحسن انواع الورود والوانها الجميله وحجمها جاي من الاكوادور. فعندنا الطياره بي من الاكوادور مره بالاسبوع، كل اسبوع يجيبون الشحنه جديده، يعني نفس الوقت اللي انقصت الورده من المزرعه وتتم معالجتها هني، بتم معالجتها لا في اكوادور، في الاكوادور بيوصل الامارات جاهزه، تجيكم هني جاهزه. ايوه توصل جاهزة. وانتم تسوون لها طبعا الباكينج او التغليف او وبتكلم عن الباكينج، انا شفت وايد عندكم طرق مختلفة للباكينج او للتغليف ان صح التعبير، او انه يعني طرق تقديمها. عندكم هني بالزجاج، هاي محطوطة داخل الزجاج، شو الهدف ابراهيم؟ هذه داخل الزجاج اول شيء هاي فكرتها جديدة. هي فكرة جديدة بس نحن يبنى الفكرة من الفيلم الجميل بالوحش، الوحشة الجميلة والوحش، بيوتي اند بيست بالانجليزي. بيوتي اند بيست، حاولت ترجم في الانجليزي وما قدرت. الفكرة لان احنا وايد حصلنا ان الشيء الوحيد اللي يخرب الورد لما حد يلمسها. فهذه الطريقة حافظين على جمالها، فهذه الطريقة نحن بنطمن الكلاينتس مال ان هذا يتم للابد. فهذه هي الفرق، ان ما حد يلمس الوردة بحيث انها ما تختلف وشكلها بعد شكلها محافظ جدا فريد من نوعين. كذلك ايضا راشد عندكم انتم هاي الفيزز او الفيز، هي نعم هاي انتم تجيبونها كذلك ايضا من فيرساتشي، نعم باسعار يمكن تكون شوي غاليه لكن تناسب درجه فخامه الورد. نفسه صحيح. زين خبرني، طبعا عندنا هني بتاخذونها عن قرب، هاي وحده اثنتين وهاي الثالثه من فيرساتشي، هي نعم مجموعه، انتم متعاونين مع فيرساتشي بحيث انه يكون كل مجموعه جديدة توفر لكم؟ نعم توفرنا في كل سنة، نحن على أساس أنه فور إيفر روز، في كل سنة ينزلنا كولكشن جديد. حتى تنسيق الورد يختلف في كل سنة، يكون يختلف على حسب، نعم على حسب طبعا احنا عندنا شو الجديد في السوق، شو الجديد الموجود في السوق، الألوان اللي تنعرض عندنا في السوق، حتى طريقة الفيزز اللي موجودة عندنا وطريقة العرض اللي عليها تختلف من فيز لفيز ثاني. انزين هالموسم شو الجديد؟ طبعا احنا طلعنا من بعد رمضان دخلنا في العيد. طبعا هاي كلها كولكشن اللي نزل الحين معانا هاي كلها على موسم العيد. كانت هاي اللي موجودة عندنا كانت على موسم العيد. العيد نحن عندنا فاصل خاص بنشوف فيه فور ايفر روز عن قرب، وبنشوف هذا المشروع بفاصل مصور وبنرجع للاستديو. حياكم الله مشاهدينا مجددا، حياكم الله راشد وابراهيم. طبعا انتم يمكن طلعتوا شويه من مجال الورد، والورد دوم مرتبط بالشوكلت او بالشوكولا، وحبيت تدخلون مجال ايضا تقديم الورد مع الشوكلت. خبرني شوي راشد عن هالمجال. عندنا طبعا هني في النص نوع من انواع او عده انواع من الشوكلت اللي تقدمونها. طبعا مثل ما يقولون في دول الخليج بشكل عام يحبون، واول شيء عندهم نوعيه الضيافه تكون اللي الزوار اللي عندهم. صح. فنحن تمينا بهذا الشيء بصياغه الورد مره ثانيه في بوكسات او بستايل جديد يعتبر غريب عليهم. ويتقدم داخله الشوكلت. مثل ها طبعا اللي عندنا طبعا مثل ما انت تشوفين، اذا بتسمحوا لي اعرض لكم. تفضل راشد. طبعا مثل ما تشوفون هذا طبعا نحن حاطين الورد بوكس اللي او صندوق اسود فوقه، كذلك انتم مسوين التنسيقه البريزيرفد تقديمه الورد. اي نعم. طبعا هاي مدتها 3 سنوات. حلو، يعني بيتم هالبوكس 3 سنين وبإمكانهم استعماله في اذا غبر ابراهيم
غبر بإمكانه يعطيهم طريقة تنظيفة وكل شيء وأموره تمام ما في أي مشكلة. زين. طبعا مثل ما تشوفون داخل في الشوكولات. الشوكولات. كم نوع شوكولات عندكم تقدمون؟ تقريبا نحن عندنا الحين 9 أنواع. 9 أنواع موجودة هنا طبعا هنا. داخل. نعم موجودة 9 أنواع. وهني طبعا يمكن عندنا صندوق صغير. إيه نعم. طبعا عندنا إحنا 3 سايزات. وهذا نوع. هذا أصغر واحد أظن. نعم. اللي فيه. هذا اللي عندي هني في عليه بعد نفس التنسيق تقريبا. من الورد او الروز وبعدين هني داخل فيه طبقتين. نعم. من الشوكولات في دارك شوكولات وفي ملك شوكولات يعني في كم من نوع طبعا هاي الشوكولا بلجيكيه مثل ما خبرتوني. نعم. كيف اخترتوها ابراهيم لان الحين مثل ما خلط طعمها هاي لازم طعم هاي. لازم اجرب هاي هي. خفت خفت يخترب الورد لا ما زين خبرني ابراهيم نحن مثل ما دورنا ابحثنا على احسن الورود في العالم في اكوادور سالنا واحنا كنا عارفين الشوكولاته البلجيكيه هي احسن شوكولاته في العالم طبعا ومش بس لان الشوكولاته البلجيكيه في وايد كواليتي في بلجيكا فنحن سوينا تيستينج على 10 شركات في بلجيم وسوينا الامتحان على كل واحد نشوف في السوق كيف الناس يكلموا عنها كيف التعامل ويا الكاستمرز مالهم وحصلنا ان هذا افضل شيء اللي عندك الحين في يدك هذه الكوكو داستد ترافل ألمنز عباره عن الشوكليت ما ادري اذا واضحه ولا لا هي. خذها شوي عن قرب حيدر هذا الميلك شوكليت في داخلها الألمنز هي اللوز اللوز طبعا ها مغطى بالشوكليت هاي وايد مشهوره اصلا يعني وايد ناس يحبون الشيء الحلو في هالفكره لان انت تحطينها الحين في المكتب تحطينها في المكتب ما حد يدري ان فيها شوكليت لان احنا شفنا يعني لو غطيناها شيء ما حد بيعرف ان هي فيها شوكليت بحد الناس بيتخيلون هي باقه ورد نعم. خصوصا شيء بتكون مغطى يعني ما بغطى اخاف تخترب انا ما بهالمساء الحين الفكره لان الحين عندنا في دول الخليج اهم شيء عندنا الضيافه في يوم انت تستقبل ضيف اول شيء يشوفون في المجلس يشوفون الورود ثاني شيء تفتح صح. الورود قدامهم وتعطيهم شوكليت فهي طريقه التعامل مع الضيوف يوم يدخلون بحيث انه يكون مثل يعني زينه للمكان او الميلس نعم. بالضبط او تحفه موجوده في المكان بالضبط. وفي نفس الوقت تستخدم للضيافه او تقديم نعم. الشوكليت فكرتها وايد حلوه وطعمها ترى وايد حلو هاي ترى نحن وايد حلو طعم الشوكليت نحن بعد يوم يخلص الشوكليت لان كل واحد عنده هذا الصغير عنده 16 حبه شوكليت هاي طبعا الصغيره والكبير تقريبا عنده 98 حبه 98 في طبقتين بعد الكبير والصغير بعد في طبقتين يوم تخلص تقدر تحطون تستخدمونها كشيء ثاني طبقه ثانيه تحت ممكن بعد تسوون ريفل تعبونها ريفل مرة ثانية ريفل في ناس استعمالها لهدايا هي. يعني في ناس عندنا استعملتها كهدايا خاصة باكينج او تغليف ايوه وبامكان نفس الناس بالضبط. تستعملها لانها بتتم اصلا 3 سنين يعني ما بتخرب اصلا البوكس اذا مجرد تنظفونها وخلاص زي كيف ينظفونها يا راشد ما خبرتنا شو هي؟ اذا غبرت الورد الورد طبعا جدا بسيط ما في اي بيت يخلى من دراير ما في هير دراير ما في بس شوية شعر بسيط هاي بس على البارد ونفخ هو بارد الدراير او السشوار الشعر ممكن ان تخوزون عنها اي دست او اي غبار ويتم شكلها جديد انزين هاي اللي في النص بينكم راشد وابراهيم هي باقه او مسكه عروس مسكه عروس نعم انتم قدمتوها شوي بطريقه مختلفه خبروني الحين باقه العروس ترى هي حلم كل عروسه لانه تخلي الباقه للابد صح مثل ما تخلي فستانها تخلي بالضبط مسكتها بعد فنحن حققنا هالحلم مع منتج فريفر روز وسوينا الباقه بالورود اللي يتم لمده 3 سنين بس في هالطريقه بعد يستخدم بعد العرس ان شاء الله ترجع الورده في داخل الزجاجه عشان ما حد يلمسها عشان يتم الابد حلو بدون خرابها هي. يعني الحين لو نحطها داخل الزجاجه بتتم فوريفر فوريفر هي مثل ما هو شعار المده الطبيعيه 3 سنوات ولكن ابتكار الزجاجه نفسها هي بحمايه الورد من الاشياء الطبيعيه اللي تصير التلف ربما لمس غبار اشياء هي نعم بس فهي اعطتها مده اطول من اللي نحن نتوقعه كل الورد اللي موجود عندنا في الاستوديو او اللي تقدمونه في روز فوريفر روز يتم 3 سنوات ولا في ورد يتم مده اقل وفي ورد يتم مده اطول على حسب شو نحن عندنا قسمين يعني قسم لا نحن عندنا قسمين وليس قسمين القسم الاول هي الورود مده 3 سنوات وعندنا
بعد الفريش اللي موجود هو اللي كل يعني تقدمونه مثل عندك هالبوكيه اللي موجود الفرش. قدامك هذا فريش هذا اللي هنا نعم. في النص حيدر لو بناخذه بس اللي اصفر وبرتقالي نعم. وبطيخي هذا باقة ورود فريش يعني فريش نعم. يعني وبنفس الجوده ما بمحنطه وما بمعالجه لا وبنفس الجوده وبنفس المزرعه وبنفس الكواليتي ما في اي فرق يعني في بعض الناس حتى ما تقدر تميز بالضبط انا ما فرقت الصراحه يعني في البدايه يعني ما خبرتهم لان ما قربنا من هواي الاختلاف بين هذا لان هذا يتم لمده 10 ايام اللي احنا متعودين الحين في السوق 3 ايام 4 ايام بالضبط ما يتم لان كيف يتم لين 10 ايام لان احنا بنجيبها في نفس المزرعه في اكوادور في نفس اليوم اللي يشيلونها من المزرعه بيوصل عنا بالامارات خلال يعني 24 ساعه بخلال 24 بيوصل عنا خلال 24 ساعه تكون موجوده في السوق 10 ايام تقريبا على الاقل احنا عاده بدون معالجه بدون اي ما تحطون عليها شيء ولا لا تحطون بندول ولا شويه سكر ولا شويه كوريس اللي دائما نسمعها من الحصان بندول وسكر كل يوم نسمع ابدا لا تحطون لا بندول ولا سكر لا ما يحتاج مع ان انا جربت الشكر ترى يخليها فعلا تمر اطول والله انا عندي الوالد الله يحفظه مجرب الشكر قدر ما طول العمر هاي طبعا يمكن فيها شويه انا هاي وايد حبيتها لان لونها اصلا حلو وفيها نوع من الرز وايد غريب هذا شو يسمونه؟ هذا الورد اسمها كابوكيزا 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 من 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 200 نوع الورود اللي عندنا في فوريفر روز هذه أنا أحسها لأن من أجمل الورود لأن ما جميلة وايد مش موجودة لأن ما حد شافها الحين في الإمارات ونحن بنوفرها لنفس الوردة في 20 أنواع الألوان 20 نوع تقريبا 20 نوع أو 20 لون لون هي 20 لون تقدم هاي نفس الوردة هاي كابو كابوكيزا كابوكيزا عشت لسامي انزين نحن طبعا عندنا هني كذلك أنا سألت يمكن قبل أو تكلمنا عن هاي الورده يمكن اللي فيها الوان علم الدوله وهاي سويتوها بمناسبه العيد الوطني كانت هاي خبرتوني قصتها ان هي تم يعني ساعتين لما اشتغلتوا على تركيب عليها هاي ساعتين ليش لان هي تبتدي اول شيء تبتدي باللون الاساسي اللي في نص الورده هي الابيض هذا لونها الاساسي اللي في النص هي وبيتم تجميعها في طريقه ناتشرال واي لان احنا نحط كل الالوان الامارات الالوان الدوله هي العلم حواليها وكمان نفس الشيء على في سهام الدوله بنسويها في اليد في الذهب يعني هذا بعد شعار الدوله اللي موجود ذهب خالص هي ذهب خالص جميل هذا اللي هني طبعا انا ما اشوفه حاليا هذا اللي موجود ويانا يعني هذا مصنوع من الذهب الخالص يعني مشروع جدا جميل نقدر نقول عنه انه يعني تقديم الورد والشوكولاته بطريقه لكجري او بطريقه فخمه جدا اتمنى لكم كل التوفيق الحقيقه يعني انا استفدت من وجودكم ويانا يمكن اليوم تعرفت على شيء جديد عرفنا كذلك ايضا الساده المشاهدين على طريقه جديده لحفظ الورود نعم. الله يوفقكم ان شاء الله في فوريفر روز ان شاء الله من جميع المشاهدين وان كانوا حد الكلاينتس مالنا نحن نوصل لاعلى مستوى لان متعودين الناس على الورود والاشياء الطبيعيه هذه لكن ما قدمت بلكجري واضح مستوى التقديم انتم عندكم طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن تتواصلون معنا نعم عندنا نحن انستغرام وعندنا طبعا بنفس الاسم فوريفر روز فوريفر روز لندن وبعد عندنا تويتر فوريفر روز وفيسبوك فوريفر روز لندن بعد موقع فوريفر روز لندن بدون اندرسكورز بدون اندرسكورز متواصله هذا طبعا اللي حاب انه يتعرف اكثر على مجموعه فوريفر روز مشكور